السلام عليكم. هذا الفيديو من المضيق كابي نيجرو، هذا الشاطئ كابي نيجرو شاطئ جميل. انا اسف ما اطلع كثير على الكاميرا، بس احاول اني اطلع واشرح. انا مجرد يعني زائر للمغرب، سائح للمغرب، وجيت المغرب اشوف المعالم الجميله واشوف هذا البلد الجميل. ومثل ما جاي تشوفون الفيديوهات اللي اصورها هي عباره عن المغرب، يعني مو حاجه اني يعني اطلع واوضح واشرح طبيعه هذا الفيديو. الفيديو هو يتكلم عن نفسه، يتكلم عن جمال المغرب وعن كل شيء جميل في هذا البلد. وانا اللي اصوره كل شيء جميل، ما اصور حالات ما تستحق التصوير، كل شيء هنا اصوره يستحق التصوير. بصراحة كل ما اطفي الكاميرا يشدني منظر جديد اني اصوره. ما اريد اطول عليكم هذا الفيديو، هناك فيديوهات كثيرة احاول انشرها، واذا اسعفني الوقت انشرها ان شاء الله. مدينة المضيق وفنادق هم قريبين على بعض، يعني بصراحة تعجز الكلمات والأوصاف عن وصف هذه المدينة الجميلة الساحلية. أنا أترككم مع الفيديوهات اللي أصورها. شكرا جزيلا على كل من تابعني، كل من ترك لي تعليق جميل. إن شاء الله. وتحياتي في الجميع.
شوف فحل الصنانة راح يحق الله تعالى. ها؟ فحل الصنانة. صنانة راسها. هذه منطقة الصيادين، هذه المنطقة يأتيها الصيادين، أما الناس اللي تصطاف وتسبح في البحر هي المنطقة المحاذية. طبعا المنطقة وعرة، طبعا إذا ما كنت من أهل المدينة متمرس لربما تطيح وتجرح رجلك، خليك حذر. هواي ناس كتبوا لي تعاليق، متابعين أنا أشكرهم، وقالوا أنت ما تتحدث في الفيديوهات. الفيديوهات هي تتحدث عن نفسها مثل ما أنا قلت. طبعا أنا بعد اللي هنا أنا ما أقدر أزيد، لأنه أنا حافي القدمين، وبصراحة ما أريد أتعرض إلى حادث. يعني منطقة الصيادين هاي إنهم يصيدون الأسماك أو ربما للتسلية. الله يرزق الجميع إن شاء الله. منطقة يشوف يعني المناطق الجبلية في الصباح، هذه المدينة قمم جبالها تعانق الغيوم. من هاي النقطة وأنا راح أعود أدراجي إلى من حيث أتيت. وبالمناسبة أنا هم يعني ما عندي مايكروفون، أنزل على اليوتيوب، بس لكني في الحقيقة صورت ونزل التجربة ولاقت الاستحسان من الناس المتابعين، الناس اللي تتابع الفيديوهات. طرق يعني يعرفوا أهل المدينة، الناس اللي يقولون أهل مكة أدرى بشعابها. السلام عليكم. تشسكيات ناس ودباب
اللي يسموه دباب واللي يسموه جسكي واللي يسموه طراد على حسب. راح اقطع الموسيقى راح اقطع الصوت لان هناك اكو موسيقى. نعاود الفيديو من هذه النقطة. هاي البرسولات هي للأهجار يعني إلها أصحابها يأجروها. الأجار مالها تقريبا يعني 5 دولارات اللي هي 50 درهم. هم أول ما تنزل هم يقولوا لك يعني إذا تريد كراسي وبرسول وطبلة 50 درهم أو حسب يعني أو حسب الشخص اللي المؤجر. أكو يأجر ب50 أكو أكثر أكو 30 درهم على حسب. وما شاء الله البلاج عامر بالناس. هذه كل يوم يعني هي عدة بلاجات في منطقة في المضيق وفنادق هم قريبين على بعض يعني. هناك هواي عتبوا وقالوا ليش ما تحكي بالفيديوهات مالتك. اذا يتطلب اني احكي بالفيديوهات احكي واذا ما يتطلب صراحة هاي المكان يجب زيارته يعني يجب التمتع بهاي الأجواء البحرية خاصة وإحنا الناس مقبلين على العودة أطفالها إلى المدارس في هذا الوقت. فهم يستغلون أي فرصة للتمتع بأجواء الصيف في المغرب. مغرب الله يعمرها دار جميل ومتهلين فيه. الشعب متهلي فيه والملك متهلي فيه والأمن والأمان موجود في هذا البلاد. لأني ما أقطع الصوت على بعض المقاطع لأنه الموسيقى مثل ما تعرفون اليوتيوب لا يسمح بالموسيقى. والمساحات الخضراء ما شاء الله في المغرب أينما ذهبت تجد المساحات الخضراء والناس تملي هاي المساحات الخضراء بعد يعني العصر الناس تخرج إلى هذا المكان. أعتقد إحنا جينا منطقة مقفولة أو ليست مقفولة لكن أكو باب كبير للسيارات وباب صغير. البلاج مثل ما قلت كبير وهاي الموسيقى أو الصراحة أنا مثل ما قلت لكم يعني هي كاميرا بسيطة مال تليفون وأصور بيها أحاول أصور الرحلة مالتي. وهناك هذه كلها إقامات للكراء للأجار يستأجروها الناس لقضاء أوقات ممتعة على هذا البلاج. بلاج كابي نيجرو في المضيق بلاج جميل وبصراحة رائع. المغرب بصراحة أينما ذهبت تجد الخضار تجد البحار.
هنا أنا راح أختم وياكم الفيديو. أتمنى أشوفكم في فيديوهات أخرى إن شاء الله من المغرب الجميل. ما شاء الله قمة الجبل تعانق الغيوم، منظر رائع في كل صباح الشاهد على المغرب. هاي المنظر دائما يعني. شكرا للمشاهدة، هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو. إذا أعجبك الفيديو لايك سبسكرايب للقناة. نشكر لكم الدعم، نلتقيكم إن شاء الله في فيديوهات أخرى.